إن عقيدة انتظار المنجي الذي سيأتي في نهاية الزمان موجودة في عقائد غالبية الأديان، وتعرف هذه العقيدة في الإسلام باسم المهدوية، حيث يؤمن المسلمون بظهور رجل من صلب النبي محمد صلى الله عليه وآله في الفترة الأخيرة من حياة البشر على الأرض، أو ما يعرف إسلامياً بآخر الزمان، يسمى بالمهدي، ليكون حاكماً عادلاً وعظيماً لدرجة أنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وسينهي الظلم والفساد من على وجه الأرض. فمن هو هذا المهدي الموعود؟ وما هي قصته؟ هذا ما سنعرفه لاحقاً.